هي جايز كي داير لاباس بخير، كنتمنى منكم تكونوا مزيانين. سو اوبيسلي ما كنتش نجي نقول لكم واو او باك تو يوتيوب، ما عرفتش نلحقاش. I've been so much late على الفيديوهات and everything and I'm really so sorry and I noticed شحال وانا غابر عليكم، ولكن جايز والله ماشي لخاطري، كنبغي نجي ندير لكم حوايج زوينين ماشي نجي نبدا نخربق عليكم. ولكن جاي صراحه نتعطل واحد شي شويه على يوتيوب باش نتوما توحشوني. وصراحه هاد الوقت اللي انا كنت حبس على يوتيوب كنت خدم على انستغرام ديالي نيا. هادشي هذا هو السبب الوحيد صراحه علاش كنت غابر، ما كاين زعما حتى شي سبب اللي نقدر نقول لكم. كنت مريض، كان شي مشكل للقال شويه لعيبه ولا شي حاجه بحال هكا، هادشي ما كان والو. كنقدر ندير الفيديو هادي ولكن ما كانش عندي اصلا المود انني نوض نصور. دابا نقدر مثلا نوض نصور ولكن ما نقدرش ندير مونتاج، يبقى الفيديو بحال هكاك لايك فور ايفر. فهمتوا يعني كتبغي نجمع لي انرجي باش انني نقدر نجي نصور لكم فيديوهات وداك الشيء. ايفن ندير الهضره هادي ما كنقول لكم، كنقول لكم غادي نرجع غادي نرجع وداك الشيء. انا اللي صور حقاش كنت تطلع في الفيديوهات وداك الشيء، ولكن المهم ام باك. دابا غادي نحاول اني نكون بوستي لكم، ما كنوعدكمش نقدر نبقى بوستي مره في السيمانه ولا شي لعيبه. غادي تقولي لي بقى تشارك معنا شنو كدير في النهار. الحاجه اللي كندير اليوم كندير غدا، يعني ما كاينش شي حاجه اللي خاصها تبان من غير لك انت غادي نصور في انستغرام ولا شي حاجه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. سو ويلكم باك تو ذيس فيديو جايز. سو تو ذيس فيديو جايز غادي تكون الابسود الثانيه من جيرلز بويز توك. عرفتي شحال ما درت الجيرلز بويز توك؟ راه شي ربع شي خمس شهور ولا اكثر كاع. المهم هذه الابسود الثانيه غادي نهضر فيها على فيك فريندز او لا الاصدقاء المزيفون، الاصدقاء اللي ماشي حقيقيين، كيفاش تعاملوا معاهم، شنو الحل، كيفاش لك how to act in front of the people، كيفاش تعاملوا الا كانوا قدامكم fake friends وداكشي. so guys نتمنى هاد الفيديو تعجبكم وتكون like تنفعكم وتكون you know a good video that you can like get something good for you guys. وصافي so let's go. مهم اول حاجه غادي نبداو بلي هما اول حاجه غادي نبداو بها شنو هو fake friend. شنو هو a fake friend؟ a fake friend هو واحد صديق اللي كيكون صديق ديال الضحك، ماشي كضحك انت وياه، اللي كيضحك عليك. صديق اللي دايرك صديق اللي دايرك لعبه، دايرك وقت البدل، دايرك بحال شي واحد فاش ما كيلقى ما يدار كيمشي يهز التليفون بحال هكا دايرك. صديق اللي كيدير صوره كيضحك معاك وهو كيضحك عليك في الواقع، هذا هو الفيك فريند. فيك فريند هو اللي ما تتسناش منه انه يكون معاك الا كان عندك شي بروبليم، واللي كيكون هو السبب ديال المشكل ديالك وكيمثل انه راه معاك وما نعرف شنو، راه هو اللي خلق داك المشكل. هذا هو الفيك فريند. فيك فريند هو اللي كيدير الحوايج وكيخليك انت تتحمل مسؤوليتهم، كيدير حوايج غلطه اللي خاص الانسان يتحمل مسؤوليتها ولكن كيخليك انت تتحمل المسؤوليه ديالها وكيجرك في شي حوايج انت لا علاقه بهم. كتكون انسان طبيعي غادي في طريق زوينه، غادي في مستقبل زوين، كيشوفك كيبغي يردك بحالو. راه اوبفيسلي جايز ما كاين حتى شي واحد غادي يبغي يشوفك احسن منه من غير والديك. تو بي ريلي اونست بلا ما نبقاو نزيدو نخرجوا في الهضره، والديا غادي نبقاو نزيدو في الهضره، تقول لي هذا صاحبي ما عاد شنو نجح انا وياه وما عادك تخربق. جايز ما كاين حتى شي واحد في هذا العالم كامل غيبغي يشوفك احسن منك احسن منه من غير والديك. راه ما يمكنش. راه جاست ايماجين مثلا غير بلاتي، دابا مثلا انت في القسم انت وشي صاحب كل شيء لعيبه هو نعطيكم مثال، انت بقيتي كتحفظ 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 في الاخر مثلا جبتي 11 هو اللي غا كينقل جاب 19، عجبك الحال؟ لا، حيت ما غاديش تبغي يشوف، حيت ما غاديش تبغي تشوفه احسن منك. راه اوبفيسلي جايز ما كاين حتى شي واحد غادي يبغي يشوفك احسن منه ولا يشوفك واصل عليه ولا يشوف عندك اكيد فيوتشر عليه ويشوف راسو مثلا هو ضايع وانت لا. سو هذا هو الفيك فريند اللي ما كيبغيش لك الخير، كيبغي لك الشر، ديما كيكون هو السبب ديال المشاكل ديال كامله، كيكون كيدير المشاكل وكيجرك معاه وانت واخا انت ما دير والو غير باش تحمل مسؤوليه الاغلاط اللي هو كيدير. هذا هو الفيك فريند. دابا غادي نهضروا ولكن عاوتاني بعض المرات فيك فريندز كيكونوا مهمين بزاف في الحياه. تقدروا تقولوا لي علاش فيك فريند غيأزمني نفسيا ويقدر يدخلني في ديبرسيون، يقدر يخليني ما نوليش كنثيق. فوالا علاش، حيت جايز راه ما يمكنش حنا نكونوا نعيشوا طبيعيين بلا اكسبيرينسز. راه يو شول جيت اكسبيرينسز تو ميك تو هاف ا جود لايف تو هاف ا نورمال لايف. حيت ما يمكنش انا نبقى عايش بلا حتى شي اكسبيرينس، نكون عايش غير عايش بحال هكاك، ما عندي تجارب في حياتي، ما عندي حتى شي حاجه في حياتي، ما عندي حتى هدف في حياتي، غير عندي غير كنخربق في حياتي. نو حنا في الحياه كنعيشوا بزاف ديال ليزيكسبيريونس، كنكتسبوا بزاف ديال المهارات، كنكتسبوا بزاف ديال الحوايج اللي كنكونوا ديجا دوزنا منهم اكسبيريونس باش نقدروا اننا نفوتوهم. حيت مثلا الا كنا
ما عندناش كاع فيك فريندز راه اوبفيسلي فاش نهار غادي يولي عندي فيك فريند وغادي لايك يدير لي شي بلان ولا غادي نتخاصم ولا شي بلان بحال هكا اوبفيسلي غادي نتازم غادي ندخل في ديبرسيون نقدر نبدا نبكي الليالي وما شنو هادشي حيت عمر ما كان عندك فيك فريند. فيك فريند كيعلمك انك تعتمد على راسك كيعلمك انك كاين الناس اللي ما كيبغيوش لك الخير ايفن دي اكت بلي راه كيبغيو لك الخير ولكن دي نوت دي دونت راه الناس راه يو نيفر نو شنو كاين في عقل بنادم هادي ديما كنقولها وكنعاود نعاود ونعاود نقولها راه واخا يبان لك شخص مثالي ما عرفتش كيفاش يقدر يبان لك راه ذيس از نوت ذا رياليتي اوف هيم اتس نوت هيز رياليتي حنايا عندنا دو بيرسوناليتي راه ما يمكنش من الاول نبينو لا بيرسوناليتي ديالنا راه اوبفيسلي جايز نعطيكم غير واحد المثال بسيط فاش الله كنصاحبو مع شي واحد واش كنبينو الوجه ديالنا العادي بحال مثلا فاش الله كنصاحبو مع شي واحد ماشي من نتقاو كنبداو زعما نتسرعو عليه نضربو ونهربو نتفو ونهرب نقرفو ونهرب نكب عليه الماء ارون هو في الاول كتبين لايك يو ار سو كايند يو لاف هيم ولا يو لاف هير يو ريسبكت هيم ولا يو ريسبكت ات يو ريسبكت ذا بيرسون يو جيف كير يو كير اباوت ذا بيرسون يعني كتبين ان انت كتعطي واحد الاهتمام لذاك الشخص في الاول باش الصداقه ديالكم كتبني على احترام كتبني على صداقه زوينه فهمتوا ولكن الا فكدوز واحد 3 شهور كيخرج الفاس الثاني لايك جايز وات ذا فاك راه باينه ما غادي يدوز واحد شي شويه غادي يخرج الوجه الثاني غادي تبين الوجه ديالك كتبين تصارى غتصرى عليه غادي يتصرى عليك كتولي داصنا بضياتك ما تقدر تمشي عند الدار تخرجوا الدورو ديروا الزبايل ديروا المشاكل ديروا المصايب فهمتوا يعني داكشي امبوسيبل يجي من الدقه الاولى من غير لك شي واحد بسيكوبات لقاش اوبفيسلي ما يمكنش لينا نبينوا الوجه ديالنا من الدقه الاولى حقاش ما يمكنش اصلا ما يمكنش سو هادشي علاش ضروري خاص ندوزو ديز اكسبيريونس في حياتنا ويكون هنا فيك فريندز في حياتنا باش نقدروا نتعلموا ان ماشي بلان كله غادي يبغينا ولا ماشي بلان كله غادي يستحق الحب والاهتمام ديالنا كاين شي واحد اللي غير غادي يتفلاو عليكم غير كيستغلوكم كيديروكم ك فريند ديال الاستغلال كيستغلوكم بحال مثلا يستغلك في النقاط ديال الصوره في فريند ديالكم عاد كيحماق عليك وما عرفت شنو وراه كيستغلك في النقاط باش انت توري ولا باش تبقى تصيفط ليه التمارين اور whatever مهم يعني people are not nice every day every time people are not nice ورا عمر الصداقه ما كتكمل الا من الاول تبنات على toxic friendship وهي الصداقه اللي كتكون مبنيه على السم والحقد والحسد يعني لايك داك الفريند اللي كيكون توكسيك اللي كيكون فيك فريند عمره ما كيفرح لك الا انت درتي شي حاجه فهمتي يعني بحال مثلا انا درت لك شي انجاز نقدر نقولوا غير مثلا انا شريت تليفون جديد غير مثال عارفه واش من اكزامبل نقدر لكم ممكن بحال مثلا شريت تليفون جديد راه الا كان داك الفريند توكسيك فريند او فيك فريند اوبفيسلي ما غادي يفرح لك ما غاديش يقول مبروك عليك شكرا ماشي غزما مبروك عليك خديتي التليفون تستحق تستاهل شحال انت كتجمع ليه تستاهلو لا فهمتوا يعني لا الا كان توكسيك فريند غادي يحسدك غادي يقول علاش هو وانا لا علاش هو وانا لا بحال هكا علاش هو وانا لا شنو داير هو في حياته وانا لا علاش ولكن لايك ما كيقولش بديك الطريقه انا ما كنقولش لكم ما تعاندوش لا كاينه واحد الطريقه ديال المعاناة اللي كتكون معاناة زوينة بحال مثلا غتعاند صاحبك في القراية شكون يجي الأول شكون يجيب نقطة زوينة إيفن ما كنديرش هادشي ولكن المهم I'm just like trying to give you an advice وصافي يعني داك الصديق اللي غادي يتعاند معاك في القراية فهمتي ماشي يحسدك راه كاين فرق ما بين نتعاند معاك زعما نتقارن معاك وما بين نحسدك كاين واحد الفرق كبير 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 واخا يقدر يبان لكم نتوما كاين فرق صغير ما بين واو مبروك عليك و علاش انا ما درتهاش راه يقدر يبان لكم فرق صغير علاش يقول لك الشخص علاش انا ما درتهاش زعما انا بامكاني نديرها وكاين الشخص اللي غادي يقول علاش هو ماشي انا ماشي بداك المعنى ديال انا نقدر علاش انا ما خديتوش نو جايز نو راه توكسيك فريندز ما كيفكرش بحال هكا توكسيك فريندز ولا فيك فريندز in general ديما كيكونوا كيبغيو غير راسهم they don't even love you or care about you هيكونوا كيهضروا قدامك بالزوين ولكن obviously في ظهرك كيهضروا فيك بالخيب وغادي داك المشاكل اللي كنتو كديروا غيبداو يسبيو فيك ولا ضروري جايز راه نقول لكم هاد الحاجه شي اصلا كيف طبيعه الانسان ما يجيش شي واحد ينزل من السماء ولا ما شنو يدير باش يبدل هاد
طبيعي عند الانسان راه الا وات ذا فاك راه باينه راه الا مثلا درتي شي مشكل انت وصاحبك ولا شي حاجه راه الا كنتي انت فيك فريند راه باينه غادي تحط اللومه كلها على صاحبك واخا تكون انت داير اكثر ولكن اوبفيسلي غادي تحط عليه اللومه كلها لاقاش انت باش غادي تحط عليه اللومه غادي ترتاح يعني ما غاديش انت تاخذ ديك العقوبه اللي غادي ياخذ هو راه اوبفيسلي شكون غادي يبغي الخير لشي واحد وما يبغيش لراسو غير دوك الناس اللي مؤمنين لواحد الدرجه ديال الايمان ديالهم قوي بزاف 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 يعني فهمتوا يعني راه صعيب بزاف بزاف باش تقدر تلقى ريل فريند اللي حاجه اللي صعيبه ريلي صعيبه بزاف واقسم لكم بالله العظيم الا هضرت الوالدين ديما كتكون صحيحه الله يعطي العافيه غايز راه حتى كانوا عندي شي صحابي اللي يقدر يكونوا كيتفرجوا في هذا الفيديو فاك يو اول مهم عندي كانوا عندي شي صحابي لايك والدي ما كانوش ايفن مرتاحين ليهم ار اول كاع وانا كنت كنقول هادشي راه عند كلشي كنت كنقول نو داك الشخص راه لايك هي لوفز مي قلت لكم اقسم بالله وكنت كنقول مع بالي نو راه هي لوفز مي تريتس مي جود هي كيرز اباوت مي داك التخربيق كامل يعني لايك هي جيفز مي the feeling of a real friend كيعطيك الفيلينغ ديال انه صديق العمر صديق رائع صديق اللي غادي يوقف معاك الا احتاجتي صديق اللي غادي يحل معاك المشاكل ديالك صديق الا وقفتي ليه غادي تلقاه ماشي غادي تلقاه غدك فهمتي هادشي كيفاش كنا كنفكروا كي اوبفيسلي باش تخاصمنا رجعت على هضره والديا وداكشي اللي كانوا كيقولوا لي والديا هو كيقولوا لي والدي داكشي هو اللي رجعت عليه لقاش راه الوالدين ديما كيكونوا واحد الاحساس تجاه واحد لا بيرسون راه الا ما كانتش ماماك ولا باباك خصوصا ماماك خصوصا ماماك نقدروا نقولوا باباك بالمرات تقدر يغلط بالمرات ولكن راه ماماك الام راه كيكون واحد الاحساس غريب بزاف بزاف تجاه الانسان المهم صافي حاولوا انكم تسمعوا هضره والديكم انا ماشي كنقول لكم مثلا صاحبتي ماشي واحد والديك ما ارتاحوش ليه لك صافي نبعد ولا صافي لك فهمتي اللوح اور سامثينغ لاقاش فهمتي يو نيفر نو الى بعض الدنيا ايت ولكن لك يو نيفر نو انت جربو وخذ الاحتياطات ديالك لاقاش الى والديك حسوا داك الاحساس راه الا وشافوا شي حاجه اللي انت ما شتيهاش او الا سمعتيش انت ما سمعتيهاش فهمتو ورا انت اصلا كيجيك واحد الفيلينغ بلي هذا الشخص خويا بديتي كتعواج كيفاش نهار الاول بنتي ليا وجنادي تو كيفاش دابا فهمتوا يعني نتوما كيجيكم بحال هكا دابا غادي نهضروا على هاو تو تريت دوك الفريندز كيفاش نتعاملوا مع هاد فيك فريندز ولا كيفاش نتعاملوا مع هاد الاصدقاء المزيفين كيفاش نتعاملوا معهم باي صافي نهار تكتشف ان داك الشخص ما زيدك حتى شي لعبه في حياتك اصلا حتى شي واحد ما غادي يزيدك حتى ما كيزيدك بشي حاجه في حياتك من غير راسك انت اللي غتزيد براسك القدام اللي غادي ترجع على راسك اللور داك الصديق على لايك غير كيعاونك على الحياه ايفن دي دون ايفن هيلب لك فهمتي غايعيش صافي كندوز الوقت وكنلعبوا صافي يعني اللي بغيت نقول لكم انه نهار يبان لكم داك الفيك فريند او الصديق المزيف دار معكم البلانات حيت راه لايك تقدروا تسمحوا المره الاولى تقولوا راه ميبي غلط كلشي كيغلط ولكن المره الثانيه لو يو شود فورجيف بيبل ان ذا سكند فاكين تايم لحقاش بيبل نيفر ريتيرن ذا سيم اف ذي ديد ا فيري ميستيك ا فيري بيج ميستيك الا داروا شي غلط راه عمرهم ما غادي يرجعوا كيف بانوا لك النهار الاول فهمتوا هذا هو الترجمه ديال اي شي واحد قال لك شي حاجه دار شي غلط راه دي ويل نيفر ريتيرن باك كيف كانوا ما غادي عمرهم يرجعوا كيف كانوا او لا يرجعوا يكونوا نفس الشخص اللي عرفتيه النهار الاول سو من هنا انا ناخذ لاسباس ديالي ناخذ لي ليميت ديالي خويا هكا خويا اختي اسمح لي واش فيك بلانات انت ما تصلح لي ما نصلح لك ثانك يو فور ذا دايز يو سبنت ويذ مي شكرا لك على الايام اللي دوزتي معايا على داكشي التخربيق اللي درنا ثانك يو فيري ماتش بسلامه سير قلب على شي فيك فريند بحالك انا غنمشي نقلب على شي ريل فريند بحالي ولا نقدر نقلب انا براسي على فيك فريند بحالي الا كنت انا فيك فريند ولا كنت فيري توكسيك فريند سو فهمتوا بحال هكا خاصكم تعاملوا مع الانسان خويا درتي شي حاجه تهلا سلامه ما كنعرفك ما تتعرفني الا خويا انا داير اكثر من صاحبي اكثر من خويا وندخلك لدارنا ونتيق فيك ونعاود لك مشاكل وندير لك ونديك ونفعل لك في الاخر جي دير لي انا بحال هكا نو ثانك يو ديك الصدقه ديالك غير خليها عندك ديك الصدقه ديالي بحال هكا جاست كيپ ات فور يور فاكين سيلف كيپ فور يور مام انا مش سوقي اخويا فيك دير اللي بغيتي انا خليني نمشي نقلب على شي واحد ولا نجلس بوحدي انا اي سوتو جاد جايز Being alone is the best thing ever. Is so much better than having friends. And you can't be alone.
كترتاح. عشي دابا انت فاش كتصح مع شي واحد خاص ضروري تكونوا تقريبا كتبغوا نفس الحوايج باش تهضروا في نفس الحوايج. راه حيت ممكنش انا نصاحب مع شي واحد انا هو كيدوب شي حوايج انا مثلا ما ارتحتش لهم شي حوايج ما تنبغيهمش يبدا يهضر عليا ويفرع عليا انا راسي بيه وانا راسي مطارق عليا هنايا بدا شي واحد انا يهضر عليا بشي حاجه انا ما اصلا ما باغياش فهمتوا. سو لايك الا كنتي مع راسك انت كتفهم مع راسك كتعرف راسك انت شنو باغي فهمتوا. سو بحال هكا والسولوشن جايز الحل هو يو ليف ذم ليف ذم قبل ما يليفيوك هما زعما انت خليهم قبل ما يخليوك انت غير تشوف انهم بداو كيميلوا كيعواجوا في الافعال ديالهم ولاو كيدوروا كيمشيو يوصلوا الهضره يجيو يهضروا في ظهرك داكشي داكشي شكرا هكا بوسه سير فحالك يلا يلا خوي بحالك شكرا خويا بسلامه. وصافي جايز ذيس از فور توديز ابسود نتمنى انها تكون عجبتكم وان شاء الله الى بغيتو شي سبجكت نهضر عليه ان شاء الله قولوا لي في الكومنتير ان شاء الله اي ويل دو انذر جود توك ابسود غادي ندير الابسود 3 ان شاء الله. وصافي شي كنتلاقاو في الفيديو الجاي نحب عليكم بسلام عليكم اي لاف يو فيري سو ماتش وصافي نتمنى الحلقه تعجبكم سو جايز ان ذا نيكست ابسود باي باي.